طيب قبل ما نتكلم على ماتشات النهارده واسمع تعليق سريع على ماتش او على مفاجاه الريال وشرف امبارح، خلينا ناخد معاكم جوله. وبما ان احنا ختمنا كلامنا ببورتو وليفربول بالكلام عن صلاح، ان احنا ناخد جوله الجي بي اس مع حضراتكم النهارده ومع المشاهدين، نتابع اخبار المحترفين المصريين في مختلف ملاعب العالم. وخليني اقول لحضراتكم انه عنوان جي بي اس النهارده هو ان الاسبوع ده ما كانش الالطف لمحترفينا في مختلف الملاعب ومختلف الدوريات باستثناء صلاح وحجازي وعمر مرموش. اعتقد انه في مستوى او في حاله تراجع لمستوى اغلب اللاعبين المحترفين. تعالوا نبدا مع حضراتكم فقره جي بي اس، وطبعا مع وجود دكتور وليد الحديدي ومينا ماجد معانا في الاستوديو، نسمع ونتابع اخبار المحترفين المصريين. البدايه من انجلترا طبعا مع نجمنا المتالق المتوهج محمد صلاح، قنبله بتنفجر الحقيقه في ملاعب وبتتفجر في ملاعب انجلترا. محمد صلاح شارك لمده 67 زي ما دكتور وليد كان بيقول 67 دقيقه في ماتش فرقته قدام بورتو في دوري الابطال، واللي انتهت بالفوز 5-1. معدل تقييم صلاح خلال الماتش كان 8.3 درجه وفقا لسوفا سكور. سجل هدفين من محاولتين على المرمى ونجح في تمرير 22 كره صحيحه من اصل 25 بنسبه نجاح 88%. سام مرسي الحقيقه يمكن بيلعب مع ايبسويتش تاون، وللاسف زي ما قلت لحضراتكم معظم محترفينا اما ما شاركوش لاكثر من سبب، لكنه سام ما شاركش مع فرقته في الماتش الاخير امام شيفيلد، وفرقه سام مرسي بتتراجع من المركز 19 في جدول الترتيب الليج 1 للمركز 21 برصيد 7 نقاط من 8 مباريات. سام بشكل عام شارك في ماتش وحيد في الكاس وتلقى في المباراه للاسف بطاقه حمراء. النني هارد لك يا مينا. سي يوسكر صحيح، نسيت ابتدي الحلقه بكده يعني. طبعا النني ما شاركش في ماتش مع فرقته في الدوري الانجليزي، المباراه اللي فاز فيها ارسنال على توتنهام بنتيجه 3-1 مع الرقفه، وده مش كلامي ده كلام مينا شخصيا. ارسنال حاليا في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 6 ماتشات، والنني شارك في مباراه وحيده مع فرقته الارسنال في الدوري الانجليزي بمعدل 45. اسالكم واقف مع النني شويه، هل شايفين الافضل النني يكمل مع الارسنال زي ما سالنا على صلاح وليفربول، ولا الافضل النني يتحرك في حته ثانيه؟ يعني لو فضل الوضع كما هو عليه وهيبقى غايب طول الوقت بالشكل ده، اتمنى انه يشوف محطه اخرى في يناير، لانه لما عمل ده مع بيشكتاش رجع لمستواه ورجع فورمه ورجع ثاني اساسي مع ارسنال، قد تكون هذه المحطه تساهم ايجابيا يعني في رفع مستواه والعوده من جديد للوجه. مينا مش مختلف تماما كلام دكتور وليد، هو محتاج فرصه ومحتاج ياخد دقايق كتيره، لانه طريقه لعبه دلوقتي مش بتناسب طريقه قوي ميكيل ارتيتا. اعتقد الرحيل في الفتره دي افيد له كمان في الفتره السنيه اللي هو فيها. طيب نروح للدوري السعودي وتحديدا نجمنا احمد حجازي، احد ثلاث لاعبين محترفين متالقين مع فرقهم الحقيقه حتى وان كان في الدوري السعودي. وبالمناسبه الدوري السعودي يعتبر من الدوريات الكويسه او اللي مستواها جيد. احمد بيلعب مع اتحاد جده السعودي، شارك في مباراه فريقه الاخيره كاساسي واللي لعب فيها اتحاد جده امام التعاون وانتهت بالتعادل بنتيجه 1-1. احمد مرر الكره 45 مره منهم 39 تمريره صحيحه بمعدل دقه بلغ 87%. معدل تقييمه خلال المباراه وفقا لسوفا سكور 7.1، وكان عنده القدره انه يفسد هجمتين خلال المباراه. تم اختياره في تشكيله الاسبوع المثاليه او الافضل لمده 3 مرات في الدوري السعودي، واتحاد جده حاليا بيحتل صداره الترتيب برصيد 13 نقطه من 6 مباريات. نروح المانيا، وطبعا البدايه هتكون مع عمر مرموش، الوجه اللي بيتهيألي احنا قدمناه لحضراتكم في السادسه وتابعنا اخباره يوم بعد يوم. عمر مرموش بيلعب في شتوتجرت الالماني، شارك اساسي في مباراه فريقه الاخيره امام بوخم في الدوري، والمباراه دي انتهت بالتعادل السلبي. معدل تقييمه وفقا لسوفا سكور 7.2 درجه، مرر الكوره 25 مره منهم 18 تمريره صحيحه بنسبه دقه 72%، ونجح في تحقيق 5 مراوغات صحيحه من 9 مراوغات، ونجح في الفوز بثلاث التحامات هوائيه من اصل 3، وانقذ فريقه من فرصه محققه. شتوتجارت بيحتل حاليا المركز ال 13 في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من اصل 6 مباريات. وهقف مع مرموش واسالكم برضو سريعا رايكم في انضمامه لتشكيله منتخب مصر وفوق وتوقعكم لفرصته في المشاركه في مباراتي ليبيا اللي جايين. مشروع طبعا، مهاجم قادم في مركز احنا بنفتقد فيه لعيبه كتير في الكره المصريه، واضح جدا من ارقامه والتقييم بتاعه انه عنده مهارات كتير، بيعرف يلعب
في الهواء كويس، بيعرف يراوغ بشكل كويس، كمان عنده مشاركه دفاعيه محترمه في هذا السن، محتاجين يكون موجود يتعود على اسلوب لعب منتخب مصر. واعتقد انه زي ما قلت هو مشروع مهاجم اساسي قادم لمنتخب مصر. نتمنى نشوف لاعيب يمثل اضافه في تشكيله كارلوس كيروش. نروح لاحمد حسن كوكا اللي انتقل طبعا من الدوري اليوناني للدوري التركي وبيلعب حاليا لفريق كونيا سبور التركي، شارك كبديل للاسف في الدقيقه 63 في مباراه فريقه الاخيره امام ترابزون التركي. معدل تقييمه في المباراه 7.2 من 10، معدل تمريراته في المباراه 7 تمريرات منهم 6 تمريرات صحيحه، التحامات الهوائيه 2 بمعدل نجاح 100%. كونيا سبور حاليا بيحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطه من اصل 7 ماتشات. هنفضل في الدوري التركي لكن هنروح المره دي لمصطفى محمد مهاجم المصري اللي بيلعب في جلاتا سراي. والحقيقه انه على الرغم من بدايات مصطفى كانت قويه جدا الحقيقه مع جلاتا سراي وكل توقع له انه يتوهج، بل توقع كمان انه ينتقل لدوريات اكبر، لكن الحقيقه المسيره شهدت تراجع. مصطفى محمد شارك لمده دقيقه واحده خلال المباراه الاخيره لجلاتا سراي وجوستيبي في الدوري التركي. المباراه دي انتهت بفوز جلاتا سراي بنتيجه 2-1. وجلاتا سراي بشكل عام مستواه متراجع جدا نسخه الدوري التركي السنه دي، بيحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطه من اصل 7 مباريات. هنفضل برضو في الدوري التركي ولكن المره دي هنروح لكريم حافظ. كريم حافظ بيلعب في مالاتاي سبور، هو الحقيقه مصاب في الفتره الاخيره، ما شاركش في المباراه الاخيره اللي كانت امام انطاليا سبور، والمباراه انتهت بخساره مالاتاي سبور بهدف نظيف. مالاتاي بيحتل حاليا المركز ال 17 في جدول الترتيب في الدوري التركي برصيد 6 نقاط من 7 مباريات. احمد ياسر ريان الحقيقه برضو كانت بداياته قويه جدا في الدوري التركي لكنه للاسف احمد مصاب في الفتره الحاليه وما شاركش في فوز فرقته الاخير على بشكتاش التركي لانه طبعا بدعي الاصابه. التاي حاليا بيحتل مركز كويس جدا، بيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطه من 7 ماتشات، وبشكل عام احمد شارك في 3 ماتشات سجل خلال ال3 ماتشات دول هدفين. طيب دي كانت جوله في معظم الملاعب وطبعا اهمها الدوري الانجليزي والدوري التركي.